فعل إندو والحكم ماذا يقول؟ فعل إندو من بعيد، من بعيد هندو يتمكن من تسجيل الإصابة الأولى. ممتازة كانت، قذيفة، يحلى يحلى، يعرم 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 كما يقولها الزميل بوسحية فريد. على كل كان هدف جميل وجميل جدا، وفرحة كبيرة لدى أنصار اتحاد الحراش. شوف الروعة والتسديدة القوية والقوية. إذن زيان الشريف هو الذي تمكن من تسجيل الإصابة الأولى، هدف ممتاز رائع في قلب شباك بن حمو الذي لم يتمكن فعل أي شيء بعد هذا التسديدة، بعد هذه القذيفة. 10 بن موزة الحكم الدولي يعلن عن ركلة جزاء ليوفق ستيف. فيها احتجاجات كبيرة، البطاقة الصفراء لجريش للقائد على الاحتجاج، بطاقة صفراء. وهل بالإمكان أن نشاهد الإعادة حتى نتمكن؟ ها هي الإعادة. الصدر جريش، جريش على كل إن الحكم كان أقرب من اللقطة. وفيه يتمكن الوفاق من تعديل النتيجة. بن موسى يتمكن من تعديل النتيجة، يلهب المدرجات، يولعها، يشعلها. هكذا أنصار وفاق سطيف كرجل واحد يتجاوبون مع هذه الإصابة، إصابة التعادل التي جاءت في وقتها بعد ركلة الجزاء المنفذة بكيفية جيدة من قبل هذا الذي تشاهدون. بن موسى لم يترك أي حظ للحارس توخى عز الدين، وإصابة مقابل إصابة. سيد بوعلام شارف مع بن موسى، والإصابة الثانية فعلها سيرين وبن موسى في اللحظات الأولى، في الدقائق الأولى. ملعب 8 ماي 45 يهتز على عثر هذا الهدف المفاجئ، هذا الهدف المبكر فعلها الكاميروني سيرين داني بعد مرور دقيقة ودقيقتين من المرحلة الأولى. يتمكن الوفاق من تسجيل الإصابة الثانية. داني سيرين يلهب الملعب، الكل ينهض في المدرجات المكشوفة أو المغطاة، فرحة عارمة بعد هذه اللمسة الساحرة من جابو الصغير الكبير لينداني الكاميروني سيريل الذي يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية للوفاق. والأوركسترا الصيفية تبدأ العزف، وسكوت هناك في المدرجات المقابلة، لكن فيه روح. غزال يطلب الكرة، عنده اختيارين، بن موسى، بن موسى إلى من؟ إلى جابو من هناك، وفيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء أخرى لوفاق سطيف بعد عرقلة جابو في مربع العمليات. واحتجاج كبير من لدن ومن قبل عناصر اتحاد حراش. شوف هي الإعادة أمامكم. جابو، جابو، وفيه عرقلة من مدافع يبدو لي. هاي اللي عاد امامنا، المس رجل جابو وبالتالي فقد التوازن تاعو وسقط في منطقة العمليات، ويحتسب السيد بن نوزة. لكن يبقى ركلة جزاء اخرى، هو سيد الموقف مع بطاقة صفراء اللي رقم 6 بولخلوة او لقرع، لقرع، لقرع البطاقة الصفراء. وضربة جزاء أخرى لوفاق سطيف، ضربة جزاء في المرحلة الأولى وضربة جزاء في المرحلة الثانية. بن موسى سجل. شوف هاي الإعادة والبطاقة الحمراء يبدو لي، وسط احتجاجات كبيرة
البطاقة يتلقاها المهاجم بنجاح الذي يخرج بالبطاقة الحمراء. تفوق العددي. شوف الصورة. ما فيش عرقلة تقريبا. لا نشوفه هنا. هنا المدافع الحراشي بالجري مع اللاعب جابو. المس في الجري يعني مش مقصوده، لكن في الجري المس الرجل قدم جابو سقط. ومنطقة العمليات هي سيد يعني هو السيد بنوزا هو سيد الموقف، وهو يعني يقدر كيما هو سيد القرار. الإعادة لم تظهر بأن هنالك خطأ متعمد مقصود يعني مقصود لمس بالفعل. مشكورين الزملاء التقنيين على هذه التوضيحات. هو لمس في الجري مع بعض. وركلة الجزاء ويتولى التنفيذ حشود عبد الرحمن. قريب من الكرة فيس تو فيس، وجه لوجه، حشود ودوخة عز الدين. حشود والكرة في جهة ودوخة في جهة، والإصابة الثالثة للوفاق. ثلاث أهداف مقابل هدف في هذه المقابلة الكبيرة، المقابلة المثيرة، المقابلة المجنونة. فرحة عارمة في أوساط عناصر وفاق سطيف بعد تسجيل الإصابة الثالثة هذه. لم تحسم الأمور بطبيعة والله يعني شوف شوف الإعادة والكيفية التي سجل بها الهدف حشود. تنفيذ ضرب الجزاء يعني جميلة عادية وسهلة وبسيطة ولا بداخل القدم يعني بقوة. الإعادة مرة أخرى وحشود عبد الرحمن تمكن من تسجيل الإصابة الثالثة. الإفاق اليوم قمنا بكل شيء، حضرنا لهذه المباراة. نظن هي رانا اليوم نتنيو في ثمار تاع عمل قمنا به والحمد لله. ونظن ولو انه مازال يعني دقائق نظن ان شاء الله ضرب الجزاء فيه ضرب الجزاء يعني بالفعل. هذه الدقائق اللي تبقى ونعرفوا احنا المباراة ما تخلاش حتى صفرت الحكم. شوف شوفوا ضربة الجزاء مع الزملاء التقنيين والمخرج سعد الشلاح. ضربة الجزاء بالفعل كان فيه دفع وسقوط احد مهاجمي اتحاد الحراش. شوف الإعادة مرة أخرى بعد الكرة هذه. لم نتبادل الأمور غير واضحة، وعلى كل يبقى القرار الأول والأخير للسيد بنوزا. برقيقة في أول امتحان له يكون ازدحام، هو قرار سيد الحكم يعني. ومن سيتولى التنفيذ؟ أظن مسجل الإصابة الأولى زيان الشريف، وبقوة كبيرة يتمكن من إضافة الهدف الثاني لاتحاد الحراش. ثلاثة مقابل اثنين هذا الذي تشاهدون. سجل الإصابة الأولى بعدما سجل إصابة رائعة وجميلة في بداية المرحلة الأولى. هدف مبكر سجله هذا الذي تشاهدون زيان الشريف، لاعب ممتاز. شوف لم يترك أي حظ للحارس الشاب بن حمو. ثلاثة أهداف مقابل اثنين، خمسة أهداف كاملة للتذكير. فريق اتحاد الحراش يلعب بعشرة عناصر فقط. الانطلاقة من غزة.